سنة ولا نوم، قيوم يرزق العباد وهو غني عن العالمين، عليه التوكل والاعتماد، وإليه الرجعى والمعاد. كتب على نفسه الرحمة وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله والمصطفى من خلقه، هو سيد الخلق أجمعين وإمام الأنبياء والمرسلين، كان يصوم ويفطر ويقوم وينام وينكح النساء، سنته بيضاء مستقيمة واضحة، وطريقه طريق الرشاد، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأتم الله نعمته على العالمين بدعوته. فالصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الغر الميامين، ووفق وسدد كل من اتبع سنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في مسجد التوبة، هذه هي الخطبة السادسة من مسلسلنا بعنوان مواقف نبوية، واليوم ننتقل إلى لب القضية، إلى التفكير والتدبر والتمعن، إلى الإنسان الكامل الذي يعرف سر الحياة والهدف منها. وموقفنا اليوم مع حبيبنا ومعلمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي مواقف تفكيرية، الفكر والعقل والتدبير. يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم مرشدا صحابته: يا أبا ذر، لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، يعني الكف عن المحارم، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق. هكذا قام النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس إلى التفكير، إلى استخدام عقولهم بكل أعماقها وأبعادها. يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. التدبر، التمعن. يقول الله عز وجل: ففهمناها سليمان، أعطاه الله الفهم
والعقل والتمعن في الأمور. إخواني، أبدأ خطبة اليوم بحادثة في الخمسينيات تروى عن الشيخ الداعية محمد الغزالي، ثبته الله وثبت كل داعية عن الزلل وأرشدهم إلى طريق الحق والاستقامة. في الخمسينيات إخوة، كان التيار العلماني الإلحادي، أنتم تعرفوا فرج فود هذا الذي هلك؟ فرج فود هذا من تلاميذ التيار العلماني المشكك في الإسلام والطاعن في الدين. في الخمسينيات أساتذته كانوا ينشرون في الجامعات والمدارس ووسط الشعب الشبهات، وجاءت قضية القدر وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسك عندها، وبدأوا يقولوا الإنسان مخير ولا مسير، كل ما يشوف واحد بيصلي عايزين يضعوا له شبهات عشان يترك الصلاة ويترك طريق الاستقامة والدين، الإنسان مسير ولا مخير؟ فمرة جاءوا إلى الشيخ الغزالي قالوا له يا فضيلة الشيخ باستهزاء، الإنسان مخير أم مسير؟ قال لهم هذا يتوقف على نوع الإنسان. قالوا له عجبا، ما الإنسان إنسان؟ قال أما الإنسان في الغرب فهو مخير، لأنه يفكر ويدبر ويعزم ويخطط وينفذ، أما الإنسان في الشرق وفي بلاد المسلمين الجاهلين الكسالى فهو مسير، مسير إلى الهزيمة، مسير إلى الذلة، مسير إلى الفقر، مسير إلى الضياع. كان ردا مفحما، تفكير الإنسان اللي بيستخدم مخه ويعقل. ودعوني إخواني أبدأ في أول موقف من المواقف التي يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم استخدام العقل، وسوف نراجع عقلية المسلم المعاصر. من أنت ماشي تاخد الطيارة تشتري لك بطاقة من تشيربور في الرحلات السياحية، تنزل في ماليزيا وترجع غربا، تمر على بنجلاديش وعلى الهند وعلى باكستان وأفغانستان وطاجكستان، وتنزل على إيران وتطلع على تركيا، وتروح ساحب جنوبا على بلاد الشام واليمن، وتخش على إفريقيا، تشوف وضع الأمة الإسلامية. ما هي عقلية؟ ليش بنتكلم اليوم عن التفكير؟ لأن بابا روما اليوم يتحرك ويزور الخرطوم لأنه يبكي وينتحب لبعض النصارى في جنوب لبنان، بينما المسلمون في البوسنة يذبحون ويغتصبون، وقداسة البابا لا يبكي ولا يتحرك ولا ينفعل، يسافر آلاف الكيلومترات لنصرة نصراني. والله إن النصارى لا يضطهدون اليوم، إن النصارى اليوم يملكون القوة في بلادهم في أوروبا وفي كل مكان. كيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستخدم عقولنا؟ يروي الإمام أحمد في مسنده عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، جاء رجل يشكو جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسبوع الماضي كنا نتكلم يا إخوة مواقف اجتماعية، هذه نفس الشيء لكن فيها مدخل في طريقة التفكير. جاء رجل يشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره، جار بيفعل بيطلع صوت بيفتح الديسكو، أولاده بيجيبوا الكاستل الجيرل فريند وحاجة آخر خبيثة، ويؤذي الجار بكل أنواع الإذى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاصبر. هنا شوف بقى العقل والتفكير، قال له اصبر. فصبر فترة من الوقت، ثم جاء المرة الثانية وكرر الشكوى، ثم جاء المرة الثالثة وكرر الشكوى، يبقى أصبح في مشكلة مزمنة. هل الأمة الإسلامية ترصد المشاكل وتحلها ولا تبكي وتدور عليها؟ يقولون كما بدأنا الرحلة من ماليزيا، ما هو عقل المسلمين؟ العقل أنا وأنتم وفي كل مكان، مؤسساتنا وزارتنا بلادنا. المسلم المعاصر اليوم عقليته كالشكل التالي: أولاً يجيد التحصر والتفجع والتأوه والنحيب والأنين، الحقونا القرار 799، نبكي، نترك السلاح ونبكي، نترك الجهاد ونتأوه، نترك المجابهة ونتجه إلى الدبلوماسية. هذه عقلية المسلمين اليوم، عقلية التحسر والتفجع. ابكي أنا وأنت، بنبكي على ذنوبنا، نبكي على معاصينا، نبكي على المظلومين. إن البكاء من شيم الرجال خشية لله. إن الفضيل بن عياض سمي البكاء عابد الحرمين لأن الدموع حفرت أخاديد في خده
من خشية الله ومن تقوى الله عز وجل. مش عيب ان احنا نبكي، لكن ان نبكي دون ان نعمل هي المصيبة وهي الكارثة. عقلية المسلم اليوم عقلية الإسقاط ولوم الآخرين. عمرنا ما نقول ان المصلين في مسجد التوبة غلطانين. عيب. يا سلام، أتتهم الجماعات الإسلامية؟ حاشا وكلا، هذا رجس من عمل الشيطان. عمر ما إمام المسجد بينتقد نفسه ويعترف بأخطائه. دائما اللوم على الإمبريالية، اللوم على أمريكا، اللوم على البابا. صحفي كبير يكتب في صحيفة عربية عن زيارة البابا ويتأوه ويبكي. هذا تشويه للتفكير. إن المشكلة ليست في يد البابا، بل على العكس، المشكلة في يد الزعامات الإسلامية وفي أيدي العلماء والمجاهدين. هم الذين خولهم الله عز وجل أن يقودوا الناس وأن يفتوا وأن يقرروا وأن يكونوا في موقع المجابهة. عقلية المسلم إخواني هي عقلية الدوران حول المشكلة. مشكلة في جمع التبرعات، كيف نحلها؟ مشكلة لما بنعمل الدروس. أحكي لكم قصة بسيطة جدا. ما تفكروش الآن في القدس، القدس مطول يا إخوة. القدس والقرار 799 و400 مبعد، هذا غيض من فيض. هنا في الدرمة لما بنعمل جلسة للنساء، إلى الآن لم نستطع أن نوفر رعاية للأطفال. المرأة محرومة من العلم، المرأة ما تفتقد قيام الليل والإخبات لله، المرأة ليس لديها الفرصة المتكافئة أن تتثقف وتتفقه كزوجها، لأن المسلمين عجزوا في عالم الغرب عن حل أبسط مشكلة، ويفكرون في تحطيم الاتحاد السوفيتي ومجابهة الجاهلية العربية وقلب أنظمة الحكم في شمال إفريقيا ووادي النيل وبلاد الشام والجزيرة العربية. عقلية المسلم كل مشكلة يفضل يدور حواليها ويشتكي ويبكي ويدور حواليها. لا تجد تفكيرا بناء، لا تجد تفكيرا ينظر للمستقبل، لا تجد تفكيرا تحليليا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. عقلية المسلم المعاصر عقلية العفوية السطحية الارتجالية العاطفية. انت بتقول عايز تخرج اسرائيل، كنت اجلس مع دنماركي متعاطف مع القضية الفلسطينية، ما عندوش دين ولا تقوى ولا ايمان ولا اخرة، ناس فاضيين اشغال في اوروبا في ضياع، اولئك هم كالانعام بل هم اضل، اولئك هم الغافلون. فبده يعمل نفسه ايه؟ فريدم فايتر، قال يعني بيناصر المسلمين في فلسطين. مرحبا، اوروبا باعت فلسطين لليهود والان تبكي بدموع التماسيح على الشعب الفلسطيني المسلم. فيقول لي يا اخي، قال لي يا صديقي، احنا ان شاء الله هذا قرار الابعاد ينتهي ويعود 400 الى قطاع غزة. قلت له وماذا سيحدث بعد الغاء قرار الابعاد؟ يا مسلمين يا اللي بتفكروا، كل واحد يتصل فيه بالتليفون يقول لي خطبة الجمعة على المبعدين. طيب يا سيدي، بإذن الله وبقوته وبحوله سيرجع 400، سيرجع 4000، سيرجعوا 40000. وبعدين حسني مبارك باعها، والملك حسين خانها، والملك فهد تنازل عنها. لو عاد 400 أو 4000، ماذا سيتغير في قضية فلسطين اليوم؟ تعرفين اليهود؟ طيب أقولكم نكتة عن اليهود يا إخوة. زمان بابا روما اللي بيقرأ في تاريخ النصرانية، البابا بيدخل الناس الجنة ويدخلهم النار. فكان عندهم سقوق الغفران، القسيس تروح له في الكنيسة اللي يعمل ذنب يقول له اقطع جيره، ادفع 200 كرون إن شاء الله ذنبك إيه يخلص، وبعدين يقول له أريد أشتري قطعة أرض في الجنة. هذه سقوق الغفران. هذه قصة حقيقية يا إخوة عشان تعرفوا اليهود. وإحنا بنتكلم عن التفكير في المواقف النبوية المشرفة والمطهرة. البابا عمل بيزنس، بابا روما، كل واحد عايز قطعة في الجنة يدفع له 1000 دينار 200 دينار ويعطوا له قسيم انه له قطعة ارض في الجنة. فجاء يهودي ماكر، هذه قصة حقيقية اخوة، ان كانت نكتة طريفة. جاء يهودي يفكر، قال لك طب والنار؟ محدش بده يشتري في النار، اروح اشتري النار، جهنم والعياذ بالله. فذهب الى البابا متأدبا راكعا على قدميه، قال له يا نيافة البابا، انت بتبيع من الجنة، الجهنم لازماكم؟ قال له لا لا لا، المثلثون والمصلبون
وأتباع الكتاب المقدس إلى الجنة لا محالة، الخلاص عن طريق عيسى المسيح يسوع المسيح عليه السلام. قال له خلاص بيع لي جهنم. البابا قال لك والله بيزنس، فاضلنا 200-300 دينار. قال له تدفع كام؟ هذه قصة حقيقية يا إخوة موجودة في كتب التاريخ الأوروبي. فقرر يشتري جهنم، دفع له 500,000 دينار واشترى جهنم. ثم ذهب اليهودي وأخذ يوسوس للنصارى، قال لهم لن تدخلوا جهنم أبدا. قالوا له وكيف؟ قال أنا اشتريتها ولن أسمح بدخول أي واحد نصراني إلى الجهنم أبدا. فلا تدفعوا أموالكم للبابا لتشتروا صكوك الغفران. وانتشر الخبر بين الناس، قال لك ما دام اليهود اشترى جهنم يبقى خلاص نزني ونسرق ونرابي ونفعل ما نشاء، ما فيش جهنم. وعندما أدرك البابا بالخازوق وشعر بالمقلب أرسل إلى اليهودي وأغراه بمال كبير حتى استعاد جهنم منه واشتراها مرة أخرى. هذه الناس اللي بتفكر يا حبيبي، 400 مبعث و200 مؤتمر، ما هي قضية فلسطين إخواني؟ نرجع إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا قال للصحابي الذي يشتكي بعد أن صبره على إيذاء الجار: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. ففعل الرجل اللي بيشتكي، نزل طقم الكنبيات والبراد والغسالة كل شيء وضعه في الطريق والناس يمرون. تقول الرواية في كتب الصحيح: فجعل الناس يمرون ويسألونه: يا فلان لماذا أنزلت متاعك من الطريق؟ فيخبرهم خبر جاره، فجعلوا يلعنونه يقولون: فعل الله به كذا وفعل الله بكذا، وبعضهم يدعو عليه. فلما شعر الجار بالدرس بطريقة التفكير النبوي دون اعتقال دون تحقيق دون خصومات، عمق في التفكير للوصول إلى حل المشكلة. بالله عليك أخي المسلم، أنا وإنت لو عملنا قيام الليل وشربنا 50 تنكة قهوة وقعدنا نتكتك ونفكر، أتصل إلى عقولنا فكرة مبدعة من هذا النوع؟ هذا هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة التي ربى أتباعه ليكونوا مفكرين، ليكونوا عاقلين، ليكونوا متدبرين، لا ليكونوا أمعات، باسم الشيوعية مرة وباسم التقدمية مرة وباسم الإسلام مرة أخرى تقليدا أعمى والعياذ بالله. فهنا جاء الجار وقال له: ارجع فإنك لن ترى مني شيئا تكرهه. خلاص أنا تبت إلى الله عز وجل ولن أكرر هذا الخطأ مرة أخرى. إخوة الإسلام، ما هو منهج التفكير في الإسلام؟ قبل أن أضرب أمثلة نبوية أخرى وأتعرض إلى واقعنا المعاصر في مختلف القطاعات عن حاجة المسلم إلى التفكير العميق، إلى التفكير الواضح، إلى التفكير المنهجي، إلى التفكير الشرعي. إخوة الإسلام، أول شيء في عملية التفكير تعريف الأمور تعريفا واضحا. يقول المولى تبارك وتعالى في قصة خلق آدم: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم لا أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الأسماء، التحديد، من العدو، من الصديق، ما هو المنهج؟ أحيانا يا إخوة أنتقد عبد الناصر في مسجد التوبة في موقع العمل الإسلامي، ويأتي إنسان لا يغضب لله ولا رسوله ولا يعرف من هم أئمة الهدى ومن هم أئمة الضلال. أحيانا نأتي بمفكر أو صحفي انحرف انحرافا كليا أو جزئيا، فنرى رجلا وقد أخذته الحمية الجاهلية لأنه لم يعرف الأسماء كلها. لن تستيقظ هذه الأمة ولن تسترجع القدس ولن تتوحد ولن تقضي على الطغاة والظلمة ما لم تبدأ لتعرف من هو الله،
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه حتى تعرف الأمة الحلال والحرام حتى تحدد الأمة طريق الدعوة وطريق الجهاد حتى تتفق الأمة على ألا تخلط الأمور وألا ترقع وألا تراجع وألا تتراجع وألا تداهل في دين الله وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع لحبيبنا ومعلمنا عليه الصلاة والسلام. يقول في الحديث بيحدد التعريف بيخلي المسلم يفكر. فيقول صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ المفلس مثلي ومثلكم، اللي آخر الشهر بيقترض يا أبو فلان نريد نشتري حليب، كنا الحمد لله من الطبقة الشعبية وعلى باب الكريم ونحمد الله على الستر في الدنيا ونسأله الستر والنجاة في الآخر. وبعدين في مسجد التوبة يا سيدي مثل المقشاط، تبرعوا للبوسنة تفضل، تبرعوا لإرتيريا تفضل، الحمد لله الجيوب نظيفة أولا بأول. فجاء حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام بده يعلم الصحابة التمخيخ، التفكير، فكر يا مسلم، لا تقدس العلماء، لا تقدس الهيئات، لا تقدس الزعماء، فكر، قل قال الله سبحانه وتعالى، وقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابدأ من المعطيات الأولى، اعرف الواقع، وعلم آدم الأسماء كلها، ابدأ بالتعريف والتحديد، ثم ابدأ في التفكير والتحليل، ثم اوصل إلى النتيجة، ثم اتخذ القرار، ثم قم بالتنفيذ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلما أصحابه منهج التفكير: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. احنا بنعرف المفلس اللي الديانين بيطلبوا منه الفلوس، عليه مكسور، في حاجة، ليس عنده نقد ودخل يكفي. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام معنى أخطر، شوف العمق بقى. كلمة المفلس في اللغة معروفة ولها دلالة أو دلالة قريبة لأذهان الناس، لكن هنا في طريقة التفكير والتربية والتنشئة، وأن ألا يتجاهل الإنسان عقله. الرجل يتزوج ويعمل لك بطل، حضر له درسين في رياض الصالحين، ودرسين في تفسير سورة الحجرات والأحزاب، ودرسين في فقه المعاملات الزوجية، ورايح عمل لك سوبرمان رامبو في البيت، أنا سبع البيت، أنا اسمع يا حرمة، إحنا ما عندناش في الإسلام المرأة تقول لزوجها ما هو ثلث الثلاثة، لا 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 لا، أنا رجل البيت، دكتاتور، مثل الأعلى صدام حسين، مثل الأعلى حافظ الأسد، أما مثل الأعلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هذا موضوع اتنسى الآن. فهنا طريقة التمخيخ إخواني، والله يا ريت، يا ريت هذه الأمة، يا ريت الدعاء، يا ريت الهيئات الإسلامية تعلم أتباعها التفكير من العمق. يقف عمر رضي الله عنه المكلم الملهم بنص الحديث المبشر بالجنة بوعد النبي الصادق الأمين، يقف على المنبر ليفتي فيخطئ، برهان الدين رباني الآن، يطعن الحركة الإسلامية في الخلف ويرفض طريق الاستقامة وإقامة الدولة. لا 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 يا أبو لبن، ما تقول أخطاء الدعاء على المنبر. طب يا سيدي خلينا ننهزم لما نشبع وما فيش داعي نقول أخطاء. أمال لماذا نخطئ؟ لماذا ننهزم؟ لماذا لا نحقق النتائج؟ لماذا ندور حول المشاكل؟ قال يا سيدي الدعاء مقدسين. إذا تكلمت عن شيخ إحنا لا نقول إساءة الأدب والتطاول والعياذ بالله، إنما عمر بن الخطاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشر بالجنة يقف فيفتي في المهور، وتقف امرأة تقول له: يا عمر كيف تقول لا تغل المهور؟ والله عز وجل يقول: وإذا أتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ما قالش يا قليلة الأدب أتعارض الإمام، إمام الهيئة الإسلامية، أتنشر أغلاط المسلمين في المجتمع؟ يا سلام، أمال إحنا بنقرأ عن أغلاط جون ميجور، يعني معلش جون ميجور يكون عاقل ومفكر ويبقى عنده ناقد ذاتي، والمسلمون ينساقون وراء الزعماء بدون عقل ولا هدى؟ يستحيل هذا الكلام إخواني. نرجع للنبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة زي حسن مبارك، وصيام زي الملك حسين،
وزكاة زي فهد بن عبد العزيز يأتي وقد شتم هذا يعتقل الدعاء والمجاهدين والمرابطين، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا في أكثر من أن تسمي الإسلام رجعية، هذا كفر. هيئة الإعلام في مصر يقول لك صفينا المجاهدين، أمس يا إخوة منذ 3 أيام باص سياحي ضرب مرة أخرى، ومجلة المرابطون التي تصدر لجماعات الجهاد التي تصدر في بيشاور في العدد الأخير موجود في المسجد كتبت ما هي السياحة في مصر وما هي الفتوى التي انطلق منها هؤلاء الناس ضد إفساد الشعب المصري المسلم المستقيم. فاسمع يا أخي المسلم، من هو المفلس؟ لا، مش إنه عندك عاجز 200 كرون ولا 1000 كرون. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، إن كان عنده حسنات أصلا، فإن فنيت حسناته إن اختفت وانتهت قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك فكر، ما تظنش المفلس انك مزنوق تقول يا اخواني في مسجد التوبه ساعدوني لما في سبيل الله اجمعوا لي شويه فلوس ادفع ديبوزيت ولا اشتري بطاقه طياره او ابعث مال لام المريضه. لا، المفلس هو الذي افلس في الاخره. المفلس الحقيقي اللي عنده بيت وسياره وبيقرا القران ويحارب دين الله ليل نهار. المسلم الذي يخون الله ورسوله ويخون المسلمين، المسلم الذي يداهن ويجامل في دين الله، المسلم المفلس الذي يغضب لنفسه إن شتمته ولا يغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تأتي أقلام العلمانيين والحاقدين لتطعن في ديننا ورسالتنا وقرآننا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا التفكير: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه كالبهيمة الجمعاء هل تروا فيها من جدعاء. تعالوا يا إخوة نعمل مؤتمر تفكير على هذا الحديث الجميل الشريف الطيب العلم. أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق الناس كبشر بعينين ولسانين ويدين ولسان ويدين كلهم نفس الخلق البشري، وخلق فيهم فطرة الإيمان وهد إن هديناه النجدين ألهمه طريق إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفور. طب ما الذي يحدث من التغيير؟ التغيير هو تشويه خارجي. الرجل اللي عنده نعجة أو عنده كبش كالبهيمة الجمعاء كاملة، لو إن عندك كبش في البلد